السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عرب فيبنج. اليوم بتكلم عن الأسلاك وما هي أفضل الأسلاك اللي بتستخدمها أنت على الخزان اللي أنت مركبه فوق الجهاز، وإيش السلك اللي بيناسب أيضا الجهاز أو النظام اللي يعمل فيه الجهاز. نبتدي بسم الله. طبعا لازم تتأكد إيش الخزان اللي أنت بتركبه فوق. إذا أنت بتركب الخزان العادي اللي هو نفس ما تشوفون في الصورة، أنا شرحت خزانات كثيرة من ضمنها السب تانك، التي اف في 4، الكراون، خزانات كثيرة. هذا الخزانات نفس ما تشوفون تكون القاعدة صغيرة مثل الار بي اي. نتكلم اذا خاصية الار بي اي اذا موجودة في الخزان نفسه، وانا شرحت سابقا ما هو الار بي اي. الار بي اي يا جماعة نفس ما تشوفون في الصورة يكون حيز، الحيز او المساحة صغيرة جدا للعمل، فيتطلب سلك ما اقول صغير لكن متوسط. طبعا سلك مثالي هو افضل سلك هو حجم 26، ركزوا على كلمة 26، هذا افضل سلك للخزانات العادية اللي تستخدم نظام الـ RBA والـ RTA والى اخره. نفس هذا RTA ايضا، هاي مسوين حركة نفس سلكين ويا بعض، ما لها داعي، حركة غبية، لكن فهمتوا الفكرة. هذا RTA، فهمتوا الفكرة، مجرد توصل بين السالب والموجب، تسوي اللفة الحلزونية هذه تخلي نفس السبرينج. حجم كان في ناس يستخدموا 28 24، لكن يعني وجهة نظر الشخصية حجم 26 مثالي، بمعنى كلمة مثالي لهذا الخزانات. طبعا هذا الخزانات تستطيع انك تعمل على جهاز بطارية او بطاريتين، لكن اذا عملت بناء ثقيل، بناء ثقيل عبارة انك استخدمت سلك عريض حجم 24، بالاضافة انك زيت اللفات. العادة انا اختار اعمل 5 لفات وتكون مثالية، لكن في بعضهم يعمل 8 لفات، فالبطارية الوحدة قد تعطيك عمر ساعتين 3 ساعات استخدام، لكن الافضل انك تاخذ جهاز بطاريتين اذا تستخدم مقاومة كبيرة. لكن اذا تستخدم بهذا النظام من 6 الى 5 لفات، فعندك يا طول العمر بطارية واحدة ممتاز جدا، تعطيك استخدام 4 ساعات الى 6 ساعات على حسب استخدامك. هذا الخزانات العادية. لكن في خزانات اللي يسموها الـ RDA. ما هو الـ RDA؟ هو نظام التقطير يا جماعة الخير، وأنا شرحت سابقا عن الأنظمة هذه. نظام التقطير طبعا نفس ما تشوفون أشكال وأنواع وأسلاك غريبة وعجيبة، بحكم أن الـ RDA يستقبل هذا الـ RDA نظام تقطير. خلنا أفتح هذا يمكن عشان يكون واضح عندكم. هذا نظام تقطير، مجرد أنك تحط قطن وتقطن، فعندك بين عندك سالب وعندك موجب. دائما فتحات الأسلاك تكون كبيرة جدا، فتحة السلك تكون كبيرة، فبذلك تقدر تعمل لك أسلاك بالهبل، يعني تقدر تأخذ أحجام أسلاك كبيرة. أنا ذكرت أن في الخزانات العادية 26، أما في هذا النظام تقدر تأخذ سلك 24 و22، لكن حط في بالك كل ما يمتن السلك كل ما بتكون مقاومة أكثر، فبتطلب مثلا كل ما يمتن السلك تروح تقلل اللفات على أساس أن إيش المقاومة تكون مناسبة للجهاز نفسه، يعني ما تضغط على البطاريات، لأن إذا زيت اللفات هو سلك متين فاحتمال تهلك البطارية، يمكن حتى لو بطاريتين ما تدوم لك ساعة إذا بناء ثقيل وجنوني. لكن بهذه الطريقة يعني شوف هذا السلك متين لكن عمل 4 لفات، 1 2 3 4، بهذه الطريقة تعطيك البطاريتين استخدام 3 ساعات 4 ساعات بامتياز. في بعضهم يفضل هذا النظام، لكن هذا النظام تكون حرارة عالية ويتطلب سحب هواء عالي جدا، وبهذه الطريقة بتحس انك مو طبيعي. معظمهم اللي يستخدمون هذا الخصائص، هذا الاسلاك او هذا البناء من الاسلاك والجنون والاسلاك العريضه يستخدمونه في ايش؟ في حاجه اسمها كومبيتيشن، التحدي، او انك تتحدى اصحابك، او انك تجي لك طربه انك تبي تظهر دخان كثير، ف
فتعمل لك هذه الحركات. لكن كاستخدام يومي انت معظمهم يرجعون للار تي اي ويستخدمون استخدام طبيعي جدا حق استخدام يومي، او يرجعون للار دي اي ونفس ما تشوفون يعمل سلك بسيط جدا نفس الار دي اي بس يعمل الاسلاك العاديه اللي هي عرض 24 او 26 ويدخنها. يا سلام، وبهذا الطريقه ما بيضغط على البطاريه والبطاريات بيدومون وياك مع فتره استخدام اطول. حلو الكلام، اتمنى انكم فهمتوني. لكن نرجع ونعرف ايش الجهاز اللي عندك، لازم تعرف ايش الجهاز اللي عندك. هل جهازك فيه نظام الباور الفايربل واتج، يعني نظام الوات فقط يطلع لك دبليو مع رقم يعني رقم ودبليو نفس هذا، مثلا 200 وات 20 وات 10 وات، هذا يسمونه نظام الباور. لكن اذا عندك نفس نظام التي سي التمبرتشر كنترول يطلع لك هذا الارقام القريبه ل 450 و 500 و 600 طبعا فهرنهايت في نظام سلسيوس. الفهرنهايت، ما هو الفرق بين الفهرنهايت والسلسيوس؟ نفس ما اقول لك سياره نظام ياباني وسياره نظام امريكي، الياباني يمشي على الكيلو والامريكي يمشي على الميل، لكن نفس السرعه نفس الشيء، اختلاف مسميات لا اكثر ولا اقل. التحكم الحراري اذا في جهازك، وتاكد اذا جهازك فيه هذا النظام التحكم الحراري، نفس مثلا هذا الجهاز اللي هو جهاز الوسمك الار اكس والريلو الدي ان اي 200. وين رحت؟ عندك بتكون هذا الخصائص التحكم الحراري. في بعض الاجهزه نفس ما قلت نفس هذا الريلو في تحكم حراري بنظام ال ان اي يعني سلك نيكل كروم، وتحكم حراري تي اي يعني تيتانيوم، وتحكم حراري اس اس يعني ستانلس ستيل 360، وايضا حط لك تي سي ار. بقول لكم ليش بعض الاجهزه فيهم بعض الاجهزه ما فيهم، بعض الاجهزه فيهم ستانلس ستيل في بعض الاجهزه ما فيهم ستانلس ستيل. التحكم الحراري يا جماعه الخير غير نظام الوات، نظام الوات له سلك خاص فيه او سلكين بالامانه، سلك الستانلس ستيل وسلك الكنثل، ومعظم الشباب يستخدمون الكنثل بحكم ان الحراره يعني المقاومه في حلوه والحراره تكون بطيئه، وبذلك يعني تقدر تتاخر في سحبتك للدخان بدون ادنى مشكله. الفايربل واتج يا جماعه نظامه انك تضغط الزر والحراره تزيد تدريجيا في الكويل نفسه، يعني ما توقف في درجه معينه، لا الحراره تزيد تزيد تزيد، وبهذا الطريقه انت توقف عن طريق الاحساس. طبعا انا افضل هذا النظام يعني تفضيل شخصي، افضل نظام الفايربل واتج بكل امانه، لانه يعطيني الخيار اني اتحكم بالحراره اللي توصلني من الخزان نفسه. كل ما اضغط الزر الحراره تزيد تزيد تزيد، وبعد ذلك كل ما احس ان الحراره يعني وصلت مرحله خلاص فانا اوقف من نفسي. حلو الكلام، هذا النظام يستخدم سلك الكنثل وسلك الستنستي. النط والروح، اذا عندك جهازك يستخدم التمبرتشر كنترول التحكم الحراري، ففي خاصيه في سلك خاص بكل نظام موجود في التحكم الحراري، يعني نظام تحكم حراري ان اي يعني نيكل كروم لازم تستخدم فيه سلك خاص فيه اسمه نيكل كروم، وفي تحكم حراري تي اي يعني تيتانيوم تستخدم سلك التيتانيوم، في تحكم حراري اذا جهازك موجود فيه اس اس 360 يعني سلك الستانلس ستيل. حلو الكلام، فما ينفع الاخوان واحد يجيني يقول لي والله يا اخوي انا مليت من الفايربل واتج ودخلت على التحكم الحراري، لا مو على كيفك، لازم تتاكد ان الكويل عندك ايش السلك اللي موجود فيه. اذا موجود نظام وات فخلك على الوات، ما ينفع تروح للتحكم الحراري، واذا موجود مثلا تحكم حراري ان اي او تي اي او اس اس فخلاص تروح على النظام اللي موجود، ما ينفع تنط على الفايربل واتج، ما ينفع. كل نظام وله سلك خاص فيه، وايضا نظام التحكم الحراري ما ينفع انك تبادل بينهم، يعني اذا عندك سلك الستانلس ستيل ما ينفع تروح تغيره تخليه تيتانيوم، وإذا عندك سلك التيتانيوم ما ينفع تروح تبدل ان اي او اس اس، لا
كل سلك خاص بالنظام اللي هو موجود فيه عشان يعمل لك بأفضل طريقة ممكنة. بالإضافة أنه مخلي لك بعض الأجهزة نظام التي سي آر أو التحكم بجودة السلك، لأن نظام التحكم الحراري يا جماعة في أسلاك كثيرة قاعد تطلع، مثلا في سلك اسمه بلاتينيوم وسلك اسمه نايكروم غير هذا اللي موجودين، يعني غير النيكل كروم والتيتانيوم والستانلس ستيل، في أسلاك جديدة ظاهرة. فبحكم هذا الطريقة تسوي لك بعض الأجهزة نظام التي سي آر أنك تقدر تتحكم بجودة السلك اللي موجودة وتغير ما بين رقم 1 إلى رقم 1000 عشان إيش؟ عشان الجهاز يقرأ بدل ما يعرف إيش، بدل ما يخلون لكل سلك نظام يعني، ما بيحتاجون كمبيوتر، ما بيحتاجون جهاز صغير، فشريحة كمبيوتر قصدي. فبهذا الطريقة مخلي لك تي سي آر، روح ضبط لهم جودة السلك اللي مكتوبة في الكرتون أو الباكج أو المواصفات وحطها في التي سي آر. والنظام معقد يا جماعة، النظام معقد، لكن إذا خليت جودة السلك في هذا التي سي آر وشغلته فبيشتغل لك الجهاز من أحسن ما يكون. لكن إذا ما تعرف جودة السلك ومو موجود في النظام فلا تحط الرقم. طبعا نفس ما قلت الموضوع معقد، لكن أنا ليش شرحت هذه الأمور؟ في بعض الناس ما شاء الله عليهم خبيرين ويعرفون ويحسون إنه يقول إيش فيه قاعد يطول قاعد يشرح، لكن يا جماعة كثير من الناس قاعد يسألون أسئلة مبتدئين يعني ما يعرفون أي شيء، يعني خصوصا المبتدئين أنا دائما أنصحهم خذوا السب بوكس التوب بوكس، أجهزة صغيرة عليهم ممتازة. لكن إيش على طول ينطلي الواحد يقول لا أنا اشتريت RX توك جديد في الموضوع، يقول والله خذيت الRX والحين ياخذ الRX وبعدين إيش يتورط، يقول يا أخوي شنو فايربل واتج، شنو نيكل كروم، شنو تيتانيوم، من هالقبيل. طبعا خلصنا شرح، نط على الأسلاك. الأسلاك أول سلك يا جماعة الخير اللي هو نفس ما تشوفون سلك الكنثل A1، هذا السلك ممتاز جدا. سلك الكنثل يستخدم في نظام التحكم بالوات، نظام التحكم بالوات. طلعت لكم هذا السلك طوله 30 متر يعني ممتاز جدا، يدوم وياك طويلا، حجمه 26، هذا يناسب الخزانات العادية RBA وما RBA والRTA، وأيضا يناسب RBA، يناسب RBA. طبعا الناس ما تشوفون قيمته $12.89 يا جماعة الخير. لكن في بعضهم يقول لك لا والله أنا ودي سلك أمتن شوي، يعني أنا أقول هذا السلك يعني خذوها مني هذا السلك يكون مثالي، لكن في بعضهم يقول لك أنا ودي سلك أمتن شوي حق RDA، ودي أبني أشياء ثقيلة. كل اللي عليك تروح باتجاه اليمين وتضرب السهم وتروح تنزل وتشوف السلك اللي يناسبك. فحط في بالك كل ما يقل العدد كل ما يكون السلك أمتن، يعني الحين 26 ودك سلك أمتن روح لحجم 24 هذا سلك متين، ودك سلك أمتن أيضا عندك 22. نصيحة مني لا تنزل أكثر من 22، عرفتوا يا جماعة الخير؟ يعني عندك سلك الـ 24 يعني مثالي حق الـ RDA، لكن الـ 26 هو الممتاز لك جميع الخزانات. المهم هذا سلك الكنثل يا جماعة الخير، ميزة نفس ما قلتنا مخصص حق الوات فقط، يعني ما تروح تاخذه وتروح تشغل لي نظام تحكم حراري فيه، ما ينفع. السلك الثاني يا جماعة الخير تيتانيوم، سلك التيتانيوم نفس ما تشوفون ايضا حجم 26، خذيت لكم حجم 26 طوله 30 متر سعره $12 ومدري 64 سنت، ونفس الطريقة يا جماعة ممتاز جدا. هذا تستخدمه في خاصية التحكم الحراري اللي هي TI، تحكم حراري اذا موجود عندك TI هو تيتانيوم، حط على هذا النظام، ما تروح تاخذه وتحط على الستانلس ستيل او النيكل كروم، يعني تحط على التي اي وتستخدم هذا السلك اللي هو التيتاني. نروح ايضا لنظام ونفس ما قلنا يا جماعه اذا ودك في التي اي تيتاني مثلا ودك سلك امتن، كل ما عليك تضغط على الازرار الايمن اللي هو السهم وتروح تبحث عن العرض
اللي يعجبك. طبعا هذا الروابط انا بحطها لكم في اسفل الفيديو ان شاء الله. عندك النيكل كروم او اختصاره كجودة سلك NI 200 نون ريزيستنس واير، يعني غير مقاوم للكهرباء، لان التحكم الحراري يتطلب اسلاك غير مقاومه للكهرباء NI 200 يا جماعه. نفس ما قلنا حجم 26 والطول 30 متر. شوفوا السعر يا جماعه، $8.39. ونفس ما قلنا تروح تضغط، عندك حجم 26 قلنا مثالي اذا ودك، بس ما عليك لا تضرب على add to cart او انك تروح وتضغط على الخيارات وتبحث عن سلك اعرض، مثلا ودك 24 ودك 22، هذا كل ما تنزل من رقم السلك يمتن ويعطوك عرض السلك بالمليمتر، وايضا كل ما يزيد الرقم السلك ينحف، مثلا 28 و30 هذا ما حد يستخدمه حاليا، 26 يكون مثالي او اقل. وتستخدم فيه نظام الـ NI نيكل كروم، يعني NI. عندك ايضا سلك اللي هو 316 ستن ستيل، اللي هو يطلع عندك نظام الـ SS316، يعني جودة السلك 316 ستن ستيل. الحلو في هذا السلك والجميل والمميز انه يعمل على النظامين، يعني تقدر يعمل في نظام التحكم الحراري الاس اس تمبرتشر كنترول اس اس، تعمل بهذا السلك، وايضا تستطيع ان تذهب الى نظام الوات ويعمل لك هذا السلك، يعني هذا السلك يتاقلم على النظامين، جدا ممتاز، اللي هو 316 ستانلس ستيل. سعره تقريبا $6.23. يعني افضل يا جماعه اللي ما عنده ميزانيه من هالقبيل وعنده هذا الجهاز يعمل على كل النظامين، عنده جهاز يعمل على نظام ستن ستيل تمبرتشر كنترول تحكم حراري وايضا نظام وات، فياخذ هذا السلك، هذا السلك بيكون مثالي جدا بيناسب ميزانيته. 30 متر $6.23، تقدر تضرب وتضيفه على الكارت، وتقدر ايضا تاخذ سلك اعرض. اللي يعرف نظام خزان كراون واليول، خزان يول كراون، يستخدم الكويلات الجاهزة حقته، تستخدم هذا النظام الستانلس ستيل، تستطيع في عرض 24 وفي عرض 22 وفي عرض 18، هذا جنون 18، هذا جنون ايضا 30 و32، لكن نفس ما قلت عندك المثال بيكون 26، واذا اردت حق الار دي تقدر تاخذ سلك اعرض شوي، بيكون ممتاز جدا. بالإضافة أنا بحط لكم هذا اللي موجود في الصورة، اللي هو من شركة يودي، من ضمن الأسلاك اللي موجودة في سلك يسموه الكلبتن، في سلك يسموه كلبتن نفس ما تشوفون في الصورة. خلنا نرجع الصورة، سلك تلاحظون في القراءة كلبتن، كلبتن واير نفس ما قلت سلك، وبعدين لافين عليه سلك آخر، هذا كلبتن. أما توستد نفس الطريقة، بس حاطين لك سلكين وملفوفين على بعض، ملفوفين على بعض، حجم 28، يعني 28 حاطين لك سلك فعلا يكون انحف من 26، لكن ملفوفين على بعض فيكون عريض. بالاضافه الى ال 26 الكلبتن حاطين لك سلك 26 يكون في المنتصف، وملفوف عليه بالكامل سلك 32 نحيف، فلكن بحكم ان 26 على 32 يكون السلك ايضا متين. بالاضافه ان ضايفين لك النيكل كروم حجم 26 مثالي، ضايفين لك الستانلس ستيل 316 26 مثالي، بالاضافه لضايفين لك كنثل حجم 26 مثالي، بالاضافه لضايفين لك النظام اللي قلت لكم عنه نايكروم الجديد حق التحكم الحراري، اذا موجود بعض الاجهزه، يعني السلك توه يعني ما انتشر بين نظام الاجهزه، لكن يكون ممتاز ويكون موجود معاك، حجم 26، تستطيع ان تاخذ هذا الطعم كامل بكم يا جماعة؟ $13.85. الناس ما تشوفون يا جماعة الخير، عندكم هاي الكليبتن، اسلاك كثيرة اشكال وانواع، تاخذ لك دريل وياخذون سلك ويلفون عليه سلك ثاني، وبعضهم يلفون سلكين مع بعض، وبعضهم يلفون ثلاثة اسلاك مع بعض. هذا طبعا الناس ما قلنا اللي وده يعني مقاومة ثقيلة ومن هالقبيل،
هل يزيد في الدخان؟ نعم يزيد، لكن بشيء بسيط يعني، وشغل معقد يعني. الواحد إذا وصل مرحلة الفضاوة، بمعنى كلمة فضاوة، فيوصل لهذه المرحلة. لكن أنا نصحتكم يا جماعة، اللي وده أسلاك العادية اللي هي 26 وال24 بتكون ممتازة، لكن اللي وده كليبتن يقدر يشتري جاهز من الموقع نفس اللي أعطيتكم آخر شيء، اليودي، وفي بعد موجود، أو إنك تعمل بنفس الطريقة اللي في الفيديو، إنك تاخذ أسلاك بالهبل وتجرب وتنوع وتخرب وتعفس. وطبعا هذا الاسلاك نفس ما قلت انه اسلاك متينه يعني، عريضه تنفع حق الار دي اي، لكن الحبيب مركبها على خزان الار تي اي. الار تي اي الكيفن بعد سكروب ما يتحمل يعني، تلاحظون كيف قاعد يلف يحاول بشتى الطرق انه يثبت السلك، صعوبه، حصه صعوبه جدا يعني، نفس ما تشوفون بيحاول يلفه تحت اسفل المسمار، مسمار الكيفن. بهذه الطريقة يكون هذا هو اللي نفس ما تقولون الكليبتن. شوف بيلاقي صعوبة، صعوبة جدا في تركيب السلك وقصاص السلك من هالقبيل. هذا الكليبتن وايضا التويستد، وطلعت موديلات كثيرة بالهبل، في منها النيكل، وفي منها الكنثل، وفي منها نفس ما قلنا الستانلس ستيل والتيتانيوم. يعني للي وده يعني يجرب، ونفس ما تشوفون يعني الموضوع معقد شوي ويطول الموضوع، ويحتاج نفس ما تشوفون جهاز بطاريتين اقل شيء، لانه يعني يستهلك من طاقة البطارية. اما نظام التحكم الحراري، اللي ما يعرف ايش نظام التحكم الحراري، مثلا ناس ما قلت ان هالتكنولوجيا ما هي مكتملة 100%. بعطيكم مثال، مثلا هذا جهاز الايفك جدا ممتاز، عامل له نظام او فحص او تيست على نظام التحكم الحراري، والناس ما تشوفون القطن احترق. نظام التحكم الحراري لازم ان القطن ما يحترق. مهمة التحكم الحراري انه يوصل السلك لحرارة ثابتة فقط، ما تزيد ولا تنقص، وبهذا الطريقة القطن ما يحترق. مثلا جرب الحبيب في جهاز ثاني ولقى بنفس القوة، ولقى ان القطن ما احترق في هذا الجهاز. فموضوع ان اختلاف او ان التكنولوجيا غير ثابتة، وانا مو مقتنع منها للامانه، بسبب ان الدخان يكون نوعا ما بارد يعني، ما يجيك ساخن، مع انك تقدر تتحكم في الحراره، لكن في البدايه يعطيك حراره ثابته وخلاص ويدوم. فانت ودك ان الحراره شوي تعلى يعني، حسب رغبه الانسان نفسه. نفس ما تشوفون القطن ما احترق في نظام التحكم الحراري، ونفس ما قلنا كل نظام له سلك خاص فيه، كل نظام له سلك خاص فيه. هذا يا طول العمر يروي كيف انك تركب الار بي اي، وكيف تركيب السلك للي ما عنده خبر. يعني نفس ما تشوفون في الصورة بالضبط، يركب لك، مسوي الاخ يمكن 6 لفات وعلى ار بي اي السب تنك، ويلف السلك. وحطوا في بالكم كل ما يلف السلك على المسمار يكون الكونكشن اضبط، يعني يكون ثبات في توصيل الكهرباء الى الكويل، سواء تحكم حراري او نظاموات. يعني اتبع هذه الطريقه تكون افضل بكثير. وناس ما تشوفون يقص ويضبط وينزل على حسب، اذا ودك تنزل او ترفع على حسب رغبتك انت الشخصيه. لازم تكون هادي، خاصه في الاسلاك التيتانيوم والنيكل كروم، الاسلاك لينه يعني تتحرك بسرعه، فلازم تكون هادي ورومانسي في التركيب. المهم القطن نسيت اقول لكم، ان شاء الله بحط لكم صور القطن اللي كلمتكم عنه. قطن رول تحصلوه في كل مكان، خاصة تحصلوه في الصيدليات، في المستشفيات، محلات تلميع السيارات. قطن رول ممتاز جدا، او اللي وده يشتري قطن كودنجو تحصله في النت، لكن حرام يا اخي تشتري قطن من النت، لكن اذا ودك اشتر. ناس ما تشوفهم في الصورة، بس يحاول انه يخلي طرف القطن سنين على اساس يدخله على السلك من داخل، يعني داخل الكويل،
وخلاص ويخليه مرتخي، لا هو مشدد ولا لا هو شديد ولا هو لا هو مخنوق ولا هو مرتخي، يعني شيء جنتل، شيء رومانسي. نفس ما قلنا بحط لكم صورة القطان رول، يكون نفس الرول اللي انا اشتري شخصيا، اللي وده وده، اللي ما وده فلوسه زايدة يشتري من النت. كان معكم اخوكم عرب فيبينج، واسفين على الاطالة، وهذا بعد قاعد يقطر. اعطيتكم كلمة وداع، لكن خلونا نشوف الشغل المرتب. ناس ما تشوفون قطر، هاي اهم شيء، اهم شيء انك تقطر. لازم تبلل الكويل قبل الاستخدام، هذه قاعدة حطوها في بالكم. يعني الكويل الجديد القطن هذا لازم يتبلل عشان ما يحترق بعدين، اذا شقلت السلك والقطن جاف احتمال تحرق القطن وخلاص تعدم الكويل. ونفس ما تشوفون بالطريقة انه مبلل القطن وجاهز للاقلاع، ويركب لك نظام ساب تانك القديم وقطرتين اساس بعد يتأكد وخلاص يركب كل شيء مكانه. كان معكم اخوكم عرب فيبنج، واسفين على طالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بهجت، نعم، احنا مش فاهمين اي حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص. ما انت بالذات ما انتش فاهم، لانك ما انتش قاعد كويس. انت لو قعدت كويس كلامك هيبقى على مستوى قاعدتك، الكلام هيفهمك.